أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. افتتحت البرتغال أطول جسر معلق للمشاة في العالم فوق نهر بايفا بطول 516 مترا وارتفاع 175 مترا. استقبل جسر أروكا زواره بحفل افتتاح خاص للسكان المحليين. وقالت مارغريدا بيليم عمدة أروكا إن الجسر الذي سيسمح لما يصل إلى 100 شخص بالعبور في وقت واحد كان مذهلاً وفريداً. تعكف إحدى الشركات المصنعة في تركيا بمدينة ديار بكر على إنتاج صبغة شعر جديدة أضافت إلى مكوناتها رقائق الذهب من عيار 24 قيراطاً، وقالت مديرة قسم الأبحاث والتطوير مين مصطفى أوغلو: باشرنا إجراءات العمل المحددة بثلاثة أشهر بعد استكمال الأبحاث وأطلقنا المنتج بعد إذن، وأضفنا رقائق الذهب إلى صبغة الشعر وملطف الشعر وسيروم الشعر، واستخدمنا الزيوت الطبيعية إضافة إلى رقائق الذهب، حيث تعمل على إصلاح وتقوية الشعر الذهبي وتضفي منظراً جميلاً. أعلنت شركة لبنانية عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع وسميت القدس رايز، وهي تحمل في مقدمتها شعاراً ذهبياً يجسد قبة الصخرة. ويأمل مدير شركة إي في إلكترا الناشئة أن تبدأ شركته خلال هذا العام إنتاج ما يصل إلى 10,000 سيارة في لبنان. وظهرت سيارة القدس رايز في حفل الإطلاق بمنطقة خلدة جنوبي بيروت بحضور مؤسس المشروع رجل الأعمال الفلسطيني المولود في لبنان جهاد محمد. هذا ويصل سعر سيارة القدس رايز الجديدة إلى 30,000 دولار. خصص الثمانيني التركي شرف باغلو جل وقته للاعتناء بالقطط ورعايتها في مسجد بقضاء قراباغلر بولاية إزمير، وتعود بدايات اهتمام ورعاية باغلر بالحيوانات الضالة إلى ما قبل 10 أعوام. ويتكفل باغلو بطعام وشراب ورعاية تلك القطط معرباً عن سعادته إزاء تخصيص وقته لرعاية القطط. أكد فريق مشترك من الباحثين والعلماء في الجيولوجيا والآثار من عدة جامعات باستخدام تقنيات متقدمة في التحليل الجيولوجي أن كهف واندري ريك في صحراء كالاهاري بجنوب أفريقيا هو أقدم مكان على الأرض عاش فيه البشر القدماء قبل 2,000,000 عام. وعثر العلماء في هذا الكهف على أدلة عديدة تشير إلى أن أقدم استخدام معروف ومؤكد للنار يرجع لأكثر من 1,000,000 عام، وأن الإنسان القديم صنع الأدوات الحجرية قبل 1.8 مليون عام ثم انتقل إلى الفؤوس الحجرية قبل ما يزيد على 1,000,000 عام. تنقل شبكة من الكاميرات عالية الدقة مقاطع الفيديو الخاصة بالمدارج على بعد 70 ميلاً إلى غرفة التحكم الرقمية في مطار لندن الذي أصبح أول مطار دولي رئيس يتحكم في الحركة الجوية عن بعد. وقد تم تركيب
14 كاميرا عالية الدقة على برج ارتفاعه 50 متراً لالتقاط جميع الرحلات القادمة والمغادرة على المدرج في المشروع الذي كلف عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية لجعل مراقبة الحركة الجوية أكثر أماناً وفعالية. سجلت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء سابقة جديدة باستخراج أكسجين يمكن تنفسه من الغلاف الجوي للمريخ، وهو إنجاز من شأنه أن يمهد طرقاً جديدة لرواد الفضاء في المستقبل لإنتاج هواء يمكن تنفسه على الكوكب الأحمر. وصرحت الوكالة بأن هذا الإنجاز سيفتح أبواباً جديدة للمهمات المستقبلية، إذ يمكن تخزين غاز الأكسجين المنتج من الغلاف الجوي للمريخ للمساعدة على تشغيل الصواريخ. في تجربة مثيرة ارتدى صناع محتوى مغاربة زي عمال النظافة الرسمي ورافقوا عمال إحدى شركات النظافة بالرباط في رحلتهم اليومية لتنظيف الأحياء وجمع النفايات. ويحظى هؤلاء الشباب الناشطون على مواقع التواصل بملايين المتابعين، وقد قرروا المشاركة في هذه التجربة الإنسانية لتمرير رسائل للجمهور عبر حلقات مصورة عن عمال النظافة المغاربة الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه رغم انتشار كورونا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. تعد أكاديمية الببغاوات من بين المؤسسات الرائدة في هذا المجال في مصر، حيث تجمع بين تقديم الخدمة للببغاوات وتعليم أصحابها كيفية التعامل مع طيورهم الأليفة. ومنذ افتتاح الأكاديمية عام 2014 وهي تسعى لتدريب الببغاوات وتعليمها بشكل منهجي على أساليب التعامل مع الناس دون خوف، كما يتم تدريبها على الألعاب المختلفة ومنحها الثقة بنفسها. وتقول مؤسسة الأكاديمية ندى عبد الله إنها اهتمت كثيرا بالحيوانات والطيور منذ صغرها، حيث اختارت تغيير حياتها المهنية والتركيز على مجال رعاية الطيور الأليفة مثل الببغاوات. ولفتت إلى ارتفاع نسب الاهتمام بين المصريين بشراء الحيوانات الأليفة خصوصاً الببغاوات، لا سيما خلال جائحة كورونا، لكونها حيوانات أليفة تساعد على شعور أصحابها بالسعادة وتخفف عنهم إجراءات الحظر والإغلاق.
السلام عليكم. اليوم بدنا نحكي عن اضطراب الهلع أو نوبات الهلع. البعض يشعر فجأة بدون أي سبب، قد يكون شخص عم يشارك بحديث أو أثناء عمله أو حتى بالطريق يشعر بأنه تسرع بنبضات القلب والتنفس مترافقة بخوف شديد أنه ممكن يموت أو ممكن يصير له شيء. عادة المريض حالة الهلع الشديد تدفعه للذهاب بسرعة إلى المشفى، طبعا بعد ما يتم فحصه انه ما في شيء من الناحيه القلبيه. غالبا انه المريض بهالحاله يكون مصاب باضطراب الهلع، او قد احيانا هي اذا كانت نوبه واحده نعتبرها قد تحدث مع الجميع، لكن تكررها لمرتين صار اضطراب ويجب العلاج. عاده نوبات الهلع ليست خطيره، المريض يعتقد أنه راح يموت أو راح يصل شيء، وحقيقة ما في شيء من هذا القبيل. هي لها أسباب نفسية وتعالج نفسيا. يعني المريض عادة مرض للأسف الشديد في بعض المرضى أنه قد يصل إلى أنه يجري قطرة قلبية. أنا شفت حالات من الشباب وصل إلى درجة أنه يعمل قطرة قلبية بسبب نوبات الهلع. يعني حتى المريض يتجنب هاي السلسلة الطويلة من الفحوصات والإرباك الشديد اللي بتسبب النوبة على حياته، يجب عليه التوجه فورا إلى الطبيب النفسي، لأنه الكثير من المرضى هذه النوبات تسبب له إعاقة. هو
هو دائما خايف انه النوبة تصير له بالطريق او باي مكان، فعادة هو بيصير مو قادر يروح على اي مكان الا يكون عنده مرافق من الاصدقاء ومن الاهل. ففينا نتخيل قديش مستوى الاعاقة اللي راح تسبب لها نوبات الهلع. انا ارجع اطمن الاهل، او هي عادة تصيب الشباب حقيقة يعني، واحيانا حتى لدى الاطفال او الكبار بالسن، بس عمليا مجرد انه حدا شي مرة حس بهذا الموضوع وبعد ما اجرى فحوصات واكدوا له اطباء القلبيه انه ما في شيء قلبي عنده عضوي، العلاج احيانا اسهل ما يكون بالنسبه للمرضى، احيانا بدون دواء، مجرد تدريبات سلوكيه كافيه للتخلص من نوبه الهلع. لانه عدم علاج نوبه الهلع سوف يسبب عطاله بحياه المريض، وغالبا ما يقود الى الاكتئاب. غالبا ما يحضر عندنا المريض على العيادة يكون بعد شهور من المعاناة، ودخل أحيانا باكتئاب وأدى إلى مثلا تأثيرات سلبية على حياته وعلى عمله. أحيانا شخص يلزم بيته بسبب هذه النوبة، بسبب الخوف منه تحدث له بمكان، ودائما المرضى يحاولوا يختاروا سكنهم قريب من المشافي، لأنه دائما يعتقد أنه هاي النوبة ممكن تصيره، فبالتالي هو سوف يحتاج المشفى بأي لحظة، بدون أن يعرف أنه هذه الحالة هي نوبات الهلع أو البنك أتاك، هي حالة أحد اضطرابات القلق القابلة للعلاج، وممكن يتخلص منها بشكل نهائي خلال أسابيع قليلة من خلال مراجعته للطبيب النفسي.